سلام بنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي. الا كنتي مازال ما كتعرفينيش، انا مريم. تابوني عندي في لاشين باش يبدا يوصلك اي فيديو حطيته تعرفي عليا اكثر. البنات كيف ما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو، هاد لا فيديو درتو على قبل البنات اللي مبتدئات في المكياج واساسيات مكياج للمبتدئات. يعني اي وحده مبتدئه باغا تشري مكياج كيعجبها دير مكياج، ما كتعرفش راسها شنو غتشري، كتخاف تشري شي حاجه وتضيع فيها فلوسها، ما تليقش ليها، ما تعرفش تخدم بها. هادشي كامل غادي نهضروا فيه في هاد لا فيديو. الا بغيتوا تعرفوا هادشي كله وبغيتوا تعرفوا شنو تشريو باش تبداو كمبتدئات في المكياج، بيان سور كنهضر على البنات اللي ما كيعرفوا حتى شي حاجه في المكياج. اما البنات اللي كيعرفوا شي شويه المكياج في الفيديوهات الماجين هما اللي غيكونوا ليكم. هاد الفيديو بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوا حتى شي حاجه على المكياج. كيف قلت لكم بغيتي تبداي ديري مكياج ما كتعرفيش شنو تشري، كتمشي كتحيري هذا لاش كيليق، هذا لاش كيصلح، هذا شنو نقدر ندير به، كتاخدي شي برودوي ما كتعرفيش كيفاش تخدمي به، كيبقى عندك غير محطوط من بعد كتلوحي ما كتستافديش منه، كتضيعي فلوسك بشحال من حاجه ما غتنفعكش. يصلح لوحده اخرى، مثلا صلاح لاختي غيصلح ليا انا، صلاح لصاحبتي غيجي معايا انا. كل وحده اللون ديالو التان ديالها، كل وحده والبشره ديالها دهنيه جافه عاديه، كل وحده غتختار الماتيير اللي هي كتصلح للنوع ديال البشره ديالها. مثلا اللي بشره ديالها دهنيه غتختار البرودويات اللي كيصلحوا البشره الدهنيه عفوا. البنت اللي البشره ديالها جافه غتصلح لي برودوي اللي كيصلحوا البشره الجافه، واللي البشره ديالها مختلطه نفس الشيء غتختار المواد والمكياج اللي كيصلح للبشره المختلطه. البنات اول حاجه قبل ما كنديروا المكياج، قبل ما كنديروا حتى شي حاجه، كنكونوا بيان سور مهيئه البشره ديالنا، غوماج كريم ولا كريم، يا اما كنجريو يا اما كنصيبوه، ماسك باش شي شويه ديال البشره كتكون عيانه. هذا الشيء كله غيخصنا واحد تروس. هاد لا تروس غادي نختاروها تكون ما صغيره ما كبيره باش تقدنا في لي برودوي، وفي نفس الوقت قدنا نخشيوها في السكان ديالنا. يعني اللي عندها ساك صغير اللي عندها ساك كبير، اي وحده غادي تجيها هاد لا تروس. البنات قبل ما نحطوا اي برودوي على البشره ديالنا خاصنا نديماكيوها، واخا تكوني عاد غاسله، واخا تكوني شحال من حاجه، ضروري من الماسكارا كتبقى ما بين الشفيرات ديالنا، ضروري تبقى شي برودوي الغبره شحال من حاجه، خاصنا نديماكيو وجهنا. هي اول حاجه هي الديماكيو. غنديماكيو وجهنا بواحد ديماكيو اللي ملائم لنوع البشره ديالنا. كانت جافه غتاخدي ديماكيو اللي كيصلح للنوع ديال البشره الجافه، كانت دهنيه كانت حساسه على حسب البشره ديالك انت غادي تاخدي هاد الديماكيو. بالنسبه ليا البنات كنقترح عليكم هذا ديال غارني، هو زوين بزاف كيصلح لجميع انواع البشره، فيه ديال البشره الحساسه وفيه ديال الدهنيه وفيه الجافه، ولكن هذا كيصلح لجميع انواع البشره. وكاين حتى هذا ديال لاغوش بوزي، هذا البشره الحساسه حتى هو زوين بزاف، كيديماكي مزيان، كيزوين بزاف، كيحيد المكياج، كيصلح المكياج اللي كيكون مضاد للماء. المهم البنات كنصحكم تقدروا ديروا اي ديماكيو نتوما مرتاحيتو فيه، ولا نتوما موالفين كديروا، ولا كيعجبكم. انا كنقترح عليكم كمبتدئات مازال ما كتعرفوش شنو هو الديماكيو، مازال ما كتعرفوش شنو غتشريو، واحد في هذا غتختاري اللي بغيتي، يا غارني يا لاغوش بوزي. يا كي قلت لكم اي ديماكيو غتمشي عند البارفيمري تقول لي عافاك شي ديماكيو زوين، غيعطيك غيوريك بزاف ديال لي ديماكيو، انت غتختاري على حسب النوع ديال البشره ديالك. المهم البنات هادو زوينين بزاف. ثاني حاجه البنات كان هو البرايمر. البرايمر بزاف البنات ما كيعرفوش شنو هو البرايمر، ما كيعرفوش اصلا هذا المصطلح باللي راه كاين في المكياج. البنات البرايمر هو واحد البرودوي اللي كيدير لنا واحد الطبقه ما بين وجهنا ولي برودوي اللي غنحطو من قبل. مثلا عندك لاكني، عندك لي بور محلولين، عندك بزاف ديال المشاكل ديال البشره كيصلح ليهم هاد البرايمر. منها كيحمي لينا البشره ديالنا من هادوك لي برودوي اللي كيكونوا في لي فوندوتا ولي كيكونوا في البيبي كريم ولا كيكونوا في لي برودوي بصفه عامه اللي غنديرو، ومنها كيسد لينا لي بور، كينقص لينا شي شويه من هذاك الزيت اللي كتلقوا البشره الدهنيه، شحال من حاجه. يعني البرايمر شي حاجه اللي ضروريه وشي حاجه اللي اساسيه. وكنصحكم البنات بلي منين تبغيو تاخذوا برايمر خذوا برايمر والفوندوتا بنفس لا مارك. يعني ما تاخذوش مثلا برايمر من مثلا برايمر ديال فلورمار والفوندوتا ديال يان اندوان، ما تاخذوش مثلا. مهم البنات الماركه ديال البرايمر تكون نفس الماركه ديال الفوندوتا. ثاني حاجه، ثالث حاجه البنات، ثالث حاجه اللي غنحطو على الوجه ديالنا
هو الفوندو طون ولا البيبي كريم. بالنسبه انا كنفضل بالنسبه للبنت كتكون مبتدئه مازال ما طلقاش يديها على لابليكاسيون ديال لي فوندو تاع، مازال ما كتعرفش شنو الفوندو تاع اللي غيجي ليها مع النوع ديال البشره ديالها ولا مع اللون ديال البشره ديالها. يعني كاين البنات اللي سمرين، كاين البنات اللي بيضين، يعني بعض المرات غتاخدي فوندو تاع غيجيك شويه غالق، وكاين اللي غتاخدو غيجيها شويه فاتح. البنات انا كنفضل البيبي كريم. بالنسبه للبيبي كريم كاين جوج ديال الانواع، كاين هذا ديال كلينيك وكاين هذا ديال فيشي. هذا ديال فيشي البنات كيجي مع البنات سمرين وبيضين، بحال كياخذ لك لا كولور ديال البشره ديالك، غيجي مع بنت سمراء كيف ما غيجي مع بنت بيضاء. البنات هذا ديال كلينيك هو فيه واحد شويه ديال الوقايه من اشعه الشمس، يعني تقدري ديريه وانتي بلا ما تهزي لهم زعما الشمس وشحال من حاجه. هذا ديال كلينيك هو الثمن ديالو شي شويه غالي ولكن زوين بزاف، احسن من هاد لي بيبي كريم كاملين اللي كنلقاو، يعني فيه بزاف ديال الحاجات، كيرطب، كيحمي البشره ديالك من اشعه الشمس، كيعطيك واحد اللون زوين للبشره ديالك، شحال من حاجه البنات. المهم انا كنصحكم بواحد في هادو. من ورا البيبي كريم البنات كاين اللي كتبغي دير فوندو تاع. بالنسبه للفوندو تاع انا كنقترح عليكم هذا ديال بيس، هو الثمن ديالو ماشي غالي يعني في المتناول ديال الجميع، والكاليتي ديالو زوينه ولا كوفرونس ديالو زوين، يعني بحال هذا الفوندو تان ديال بيس بحال كينافس لي مارك الفوندو تان. البنات اللي كيكونوا زوينين كيكونوا اغلبيه ديالهم الاثمنه ديالهم غاليين، يعني ما بين 500 درهم 600 درهم 700 درهم. فهذا ديال بيس ب 99 درهم واقيلا الا بقيت عاقله، ب 99 درهم كيغطي وكيدير الخدمه اللي كيديروها هذوك لي فوندو تان اللي كيكونوا غاليين. البنات بالنسبه للفوندو تان كيف قلت لكم غتاخذوا بيبي كريم، بيبي كريم اللي غادي ديروه في النهار والاستعمال اليومي، وهذا الفوندو تان من الاحسن تخليوه مثلا الا كنتو معروضين، الا كنتو غادي لشي مناسبه، شي مناسبه اللي فيها مكياج ثقيل. غندوزو لونتي سيرم. البنات لونتي سيرم غادي نقترح عليكم سواء هذا ديال بيس، سواء هذا ديال برو، سواء هذا اللي كيكون على هذا الشكل. هذا كتكون لا كوفرونس ديالو شويه عاليه، سواء هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم لي سيرم بزاف باينين، سواء هذا بالنسبه للبنات اللي كيكون بحال ستيلو، بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم لي سيرم خفاف خفاف بزاف، هذا كيصلح ليهم. ندوزو البنات لي ماسكارا. لي ماسكارا كيف قلت لكم كاين بزاف ديال لي ماسكارا، كاين انواع واشكال، كاين الغاليه كاين الرخيصه. بالنسبه للبنات لي جربت بزاف ديال الانواع، الغاليه الرخيصه المزيانه اللي كطول اللي كدير الفوليوم اللي كدير كتكحل الشفار، جميع الماسكارات البنات. بالنسبه لي انا كنختار ميلا وكزاغ على 45 درهم، هادي 35 درهم. البنات هادو لي في ديالهم واعر بحال لي ماسكارا الغاليين، كنصحكم بوحده في هادو، يا هادي يا هادي. البنات غندوزو للحجبان. الحجبان الا كنتي انتيا مبتدئه يلا غادي تبداي تخاصي حجبانك، من الاحسن ما تخاصيهمش بالقلم، يعني الكرايون بالنسبه لواحد ما كيعرفش غادي كيف بحال كتعطي شي دري صغير كرايون كتقول ليه هكا سير ترسم، غيمشي غيبدا يخربق وغيبدا يدير شي اشكال ماشي هما هادو. باش العود ما انك تقدي حجبانك وتبينيهم بواحد الشكل اللي هو زوين، غادي تديفورميهم، غادي تخسريهم، غادي تبداي تباني بواحد الحجبان اللي هما خايبين. داكشي علاش البنات كنقترح عليك كمبتدئه تاخدي بودغ اللي كتكون هي لا بودغ، كتكون بودغ ديال الحجبان بحال هادي، هادي ديال تكنيك. بالنسبه للبنات بالنسبه لهادي البنات فهي فيها لا بودغ وفيها هنا الجيل، يعني تقدري تخدميهم بالجيل وتقدري تخدميهم بلا بودغ. لا بودغ البنات ما كطيحش الشفار بحال القلم، القلم راه كتبداي تخدمي به شي شويه كتبداي تلقاي هذوك الزغيبات ديال الحجبان هكا في الراس ديال القلم. البنات هاد لا بودغ ما كطيحش الحجبان، والحجبان ما كيتراساوش بالكحل، واخا يكون شعرك كحل واخا يكونوا حروف كحلين ما كيتراساوش الحجبان بالكحل، دائما الحجبان كيتراساو بالماغو فاتح ولا الماغو غالق، على حسب حجبان، كانوا حجبانك غالقين غتختاري الغالق، كانوا فاتحين البنات ندوزو لا بودغ. الا كانت البشره ديالك جافه غادي تزيد تنشفه وغادي تزيد تبين البشره ديالك ناشفه، اما الا كانت مزيته فانتي محتاجه ضروري لا بودغ. البنات انا كنقترح عليكم هذه،
قربت سالي ديال كيكو. هادي البنات لابودغ زوينه كتنشف البشره خصوصا ملي كنديروا الفوندو تان. بالنسبه للمشكل اللي كيعانيو منه صحه البنات اللي عندهم البشره دهنيه, كتقول ملي كديري الفوندو تان شي شويه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه كيبدا يتفرز دوك الزويوت من وجهك. هاد لابودغ مزيانه غادي تابسوربي لك هذاك الزيت كامل, ما غاديش يبقى يبان, وفي نفس الوقت كتعطي واحد لي فينا ناتوريل. كتعرف البنات كنتي مبتدئه فكنصحك انك تاخدي جوج ديال الالوان ديال العكوره, واحد نيود وواحد يكون بلو فرونسي عليه. واحد تستعمليه لكل نهار كيكون شي شويه اللون ديالو بارد, وواحد الا كنتي في مناسبات كنتي معروضه لشي عرس كنتي شي خريجه هكا بالليل. فانا كنقترح عليكم هذا ديال ذا بودي شوب, هذا زوين, هذا نيود البنات ما كيتزعزعش كديريه كيبقى النهار كامل. هذا مات, كاين هذا, هذا اللون ديالو غارق شويه فرونسي, وكاين هذا ديال ماك حتى هو زوين, وهذا ديالو الف حتى هو اللون ديالو زوين. بالنسبه للعكوره البنات كاين الالوان والاشكال والانواع, اختاري العكوره كيف ما بغيتي يكونوا. كيف قلت لك واحد غالق وواحد فاتح, يعني واحد نيود وواحد شي شويه غالق للعراس والمناسبات وشحال من حاجه. بالنسبه لي باليت ديال العين فما كنصحش انكم تاخذوا بزاف ديال لي باليت, وحده كافيه تكون جامعه ما بين الالوان الترابيه اللي غتحتاجيهم كل نهار والالوان اللي كيكونوا شي شويه فونسي اللي غتحتاجيهم في مناسبات في الاعراس كنتي معروضه في شحال من حاجه. فهادي ديال اناستازيا هي فيها بزاف ديال الالوان البنات كيف ما كتشوفوا, كاين فيها واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الالوان ترابيين واللي بقى الوان شويه فونسي, وفيها الوينات هكا صفار خضار هاد لورونج, يعني تقدري ديري بها بزاف ديال لي لوك, تخدمي بها المناسبات تخدمي بها كل نهار تخدمي بها الماكياج ديال الليل. هادي البنات شامله فيها كل شيء, ها هي ديال اناستازيا. البرونزر البنات البرونزر منين كنديروا الفوندو تاع كنمسحوا هذوك المعاليم ديال وجهنا, البرونزر البنات هو اللي كنحدوا به هذوك التقاسيم ديال وجهنا. كنصحكم بهذا ديال مايبلين, هذا زوين البنات. الفراجو البنات خاصك تاخدي واحد الفراجو اللي غيجي مع جميع الالوان ديال البشره, يعني كنتي سمراء كنتي بيضاء من الاحسن تاخدي بحال هذا بيش, ها هو البنات كيجي اللون ديالو بيش على خوخي على واحد اللون اللي شويه اورانج شويه, كيجي مع البنات البيضات وكيجي مع السمرات. كاين هذا ديال بينيفيت هذا زوين بزاف. الهايلايتر, الهايلايتر البنات كنديرو اغلبيه في الليل كنديرو في البلايص اللي كنبغيوهم يبانو اكثر. كنقترح عليكم هذا ديال اناستازيا, هذا زوين حتى لابليكاسيون ديالو زوينه وكيعطي واحد لي في زوين. باش غادي نديرو هاد الماكياج يعني لي بانسو, لي بانسو البنات كتمشي كتاخدي باكي ديال البانسو كتلقاي في باكي ديال لي بانسو كتلقاي فيها جميع لي بانسو اللي غيصلحو لك البشره كامله, سوا ديال فوندو تان ديال الفراجو ديال الحجبان ديالك ديال كلشي. فالبنات البونجي هادي اللي كنفزقوها كنشفوها, هادي البنات منين كنديروا الفوندو تان بهاد لابغوس ولا بهاد لابغوس هادي كنابسوربيو بها هذاك الزوائد اللي كيكونوا عندنا, يعني باش ما كيبقاش الفوندو تان عندنا كثير على البشره ديالنا كنستعملوا البيوتي بلندر كنطابوتيو بها غير هكا على الوجه ديالنا غير هكا, ما كنمسحوش بها غير هكا, كتجمع لينا هذاك الفوندو تان اللي كيكون زايد كتشربوا لينا. بالنسبه البنات الفراجو كنديروه بواحد البانسو اللي كيكون هكا شي شويه مسطح, هانتوما كيف كتشوفوا معايا هذا ها هو شي شويه مايل, علاش باش يحدد لينا غير هذيك الحنيكات اللي كنديروا فيهم الفراجو, يعني الا خدينا شي بانسو اللي هو غليظ غادي يشتت لينا الفراجو في العود ما نديروه غير في هاد الحنيكات هادو غنصدقوا دايرينو في الحنيك ديالنا كامل غادي يبان لينا بحال هذاك الشيء. علاش البنات من الاحسن البانسو ديال الفراجو هو هذا كيكون هكا مسطح واحد شويه ديال لابودغ, هذا البنات ديال لابودغ كيكون هكا مشتت كيكون هاد الشعيرات ديالو رطبين بحال هكا.
هادو البنات اللي كيكونوا هكا ديال الحجبان، كيكونوا هكا مايلين، هما البنات كيكونوا هكا مايلين ديال الحجبان هادو. هاد الشيء تا ضروري باش كنمشطوا الحجبان، كنكونوا كنخدموا الحجبان باردو، كنكونوا كنخدموا الحجبان كنخدموا وكنمشطوا، كنخدموا وكنمشطوا باش منها كنحيدوا هذاك كنحيدوا البرودوي اللي كيكون عندنا زايد في الحجبان، و او ميم طون كنمشطوا حجباننا باش كنشوفوا لا فورم اللي حنايا غاديين عليها. هادو البنات ديال الحجبان، البنات هادو تلقايو هكا، يعني كتلقاو داير بحال هكا بانسو واحد كيكون جامع ما بين هاد الشيته ديال الحجبان وما بين هاد الشيته اللي كنتخاصيو بها. هادو البنات العينين، هذا كنهزو به هذيك لا ماتيير، هذا باش كنستومبيو لا ماتيير، هذا كنهزو بهم لي كولور ها هما، وهذا باش كندمجو هذوك الالوان اللي غنحطو فوق عينينا. هادو البنات ثلاثه، هذه ديال الهايلايتر ها هي باش كنديرو الهايلايتر، الهايلايتر ما غنديروش بصبعنا بيان سور، غنديرو بهاد لا بروست كتكون هكا مسطحه. هاد البيوتي بلندر البنات كتصلح البلايص اللي ما كتقدرش تدخل ليهم هاد البيوتي بلندر الكبيره اولا لابوس، مثلا هنا تحت العينين في هاد البلايصات اللي جناب ديال النيف ديالنا، شحال من المهم فوق من العينين هنايا شحال من بلاصه ما كتقدرش هادي تحط فيها، كنديروا هاد البيوتي بلندر الصغيره باش كتدخل لينا البلايصات القنيسات اللي كيكونوا غارقين. البنات كيف قلت لكم لي بانسو تقدروا تشريوهم مفرقين، كيف كتقدروا تشريوهم هكا مجموعين بحال هادو هكا مجموعين، حتى هادو البنات خديتهم هكا مجموعين، باكي فيها هادو بستة هكا، فيها ثلاثة ديال الوجه وثلاثة ديال العينين. كيف قلت لكم فون دو تان الفاراجو البودر هادو ديال لي باليت ديال العينين، تقدروا تشريوهم مجموعين باش ما تبقاوش واحدين في كل حاجه، لاش غادي لاش غتصلح هادي شنو غندير بهادي، شريو لي بانسو هكا يكونوا مجموعين بحال هكا. البنات كنوصلوا للافان ديال لا فيديو، نتمنى نكون فدتكم ولو غير شي شويه، نتمنى ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم بلي جيم ديالكم، تقولوا لي شنو الانواع ديال لي فيديو اللي بغيتوني نبدا نحط. خليت لكم الراحه ونتلاقاو فيديو ماجي ان شاء الله، سلامه.